بعد فشل دعوته الأولى للمظاهرة والمطالبة به كرئيس للوزراء لكي يعود للمشهد من جديد في طرابلس وشعاراته المزيفة، ها هو عبد الباسط قطيط يتجه لمدينة مصراتة، وفي كل خطوة يظهر على حقيقته أكثر فأكثر. ربني نكون رئيس وزارة أو نكون رئيس حكومة وبلدي ووطني مغصوب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بإذن الله الشرق حيوم. وبإذن الله بنغازي حتحرر. وبإذن الله الظلم هذا اللي خاش بنغازي ما عاد يشوف. وبإذن الله. يا راجل الشرق يهدد. تسريبات أظهر فيها قطيط يجتمع مع مجموعة إرهابية داخل مصراتة في نقاش تحريضي مبني على الفتنة، في محاولة منه لكسب الدعم من مجموعات مؤدلجة لا تهمها مصلحة الوطن وإنما تخدم أجندات إرهابية هدفها العبث بأمن ليبيا. قالوا احنا ايش معنى ديما فيه رئيس الوزراء من الغرب ولا من الجنوب؟ بل لا يخون رئيس الوزراء. حولنا الميثيق وقلنا تعال يا عمر الحاسي كويس مش عالم التنين او نقعد نمسحها صوره وكملها وبعثوا لي بس كان ما حطوا من الشر ليش؟ والله حاجه تحز طبخة جديدة مكوناتها التحريض والفتنة وشق الصف وزعزعة الأمن يعول عليها قطيط ومن معه، ولكن هيهات فالأمر أصبح واضحا وإرادة الشعب أقوى من كيد الكائدين. منذر عبد الناصر، ليبيا الحدث.